هترجع المساجد تفتح المساجد العادية اللي موجودة في كل المدن وفي كل القرى في الجمهورية كلها، هتفتح في بحسب المواعيد العادية اللي هو مثلا ممكن يفتح المسجد قبل الصلاة مثلا بنص ساعة عادي مفيش مشكلة. لا لا لا، ده نوعين. في مسجد القبعة مش هتغلق نهائيا. تمام. يعني احنا كان عادة مسجد السيدة زينب، السيدة نفيسة، السيدة الموسى، العباسي، الأحمدي، الفتح اللي في أنطيس، المساجد الكبرى بتفتح ما بين التاسعة أو العاشرة حسب طبيعة ظروف كل مسجد ومنطقته. تمام، دي تمام كده. وما بتقفلش نهائيا إلى ما بعد صلاة العشاء. باقي المساجد بيحصل إيه؟ طرق المية والمصلى الخارجي مفتوح طول الوقت أمام الناس. المسجد الداخلي هو ده اللي قبل الصلاة وبعد الصلاة، أي أن نفس ما كان يطبق قبل جائحة كورونا في الفتح والغلق هو ما سيطبق بحالاته الطبيعية التي كنا عليها. لسه في شروط مسافات ما بين المصلين؟ نعم؟ لسه هيبقى في شروط للمسافات ما بين المصلين؟ أنا قلت ده في المؤتمر الصحفي. قلت مسألة التباعد والكمامة نسأل الله عز وجل بقى أن يعجل بانتهاء هذا الوباء وينتهي تماما من العالم كله. قصة التباعد والكمامة دي بقى مش خاصة بالمساجد ولا صلاحية الأوقاف. إن ما ينفعش تبقى جهة في الدولة تقول ما فيش كمامة وجهة تقول فيه كمامة، جهة تقول ما فيش تباعد وجهة تقول فيه تباعد. عندما تصدر لجنة الأزمة، لجنة إدارة الأزمة، إن الجائحة انتهت وإن ما فيش التزام بالكمامة هيمشي على الكل، لكن لغاية الآن قرار لجنة إدارة الأزمة وإن الناس ملتزمة بالكمامة وقرار الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي ما زال قائما وإحنا بنطبقه ونحس الناس على الالتزام إيه؟ على الالتزام به، لأن ده قرار مش خاص بالمساجد وحدها، ده قرار عام على كل مؤسسات الدولة.